السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ شوية شوربة كوارع بقى تحفة بطريقتي القديمة كده الجميلة المصرية، هتشربوها في منتهى الجمال. انا معينة حلة واحط فيها بقى التوابل، ورق لورا، فلفل اسود، شوية كمون، حبهان، عودين قرنفل، بس مش هحط ملح غير لما الكوارع تستوي، بصلاية، فصين توم، شقيهم وحطيهم، واول ما المية تغلي اسقطي الكوارع. بصوا استوت منتهى الجمال. هجيب هنا بقى عشان الصلصة بتاعت الفتة، هحط معلقة زبدة مع معلقة سمنة. انت ممكن تعمليها بزيت، بسمنة، بزبدة، اللي متوفر عندك، بس حلاوتها تبقى بسمنة. حطيت معلقه ثوم شوحتها، واحط بقى ايه شويه خل حلوين، تسخن شويه، وهضيف لها بقى الطماطم، فلفل اسود بقى، شويه ملح، عايزه تحطي مرقه دجاج حطي، معلقه صلصه لو موجود، وسيبيها بقى الى ما تتسبك. هنا كانت كتير قللتها شويه، واول ما اتسبكت رحت ضايفه لها الباقي. كملي التسبيك. هنا محمص عيش، ممكن عايزه تحمريه في الزيت في السمنه، بس انا حمرته في الفرن، قطعته مكعبات ودخلته الفرن. هديله بقى ايه كبشتين شوربه كده عشان يبقى في قرمشه جميله، ما تخليهوش يطرى يبقى مهري، اديله قرمشه كده يبقى حلو، طعمه حلو في الاكل. وحطي بقى الرز الابيض على الوش. حطي بقى تسبيكة الخل بالثوم وعصير الليمون بقى على الوش، وبالهنا والشفا. تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة لسه ما اشتركش، فضلا منكم، وبالهنا والشفا. السلام عليكم.